بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. واتمنى الحاجات اللي بعملها لكم تكون خفيفة وسريعة وتجربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. النهاردة هعمل لكم حاجة مختلفة وسريعة وجميلة جدا، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. اسمها فطيرة الموز. اللي يسمع كده من اسمها يقول لي ان احنا هنعجن ونلت والكلام ده كله، لا، دي حاجة بسيطة خالص. الموز يا جماعة متوفر عندنا اليومين دول ورخيص جدا، يعني متوفر بكترة عن كل مرة ورخيص. فاحنا قلنا نعمل بيه ايه، حاجة كده تبقى ايه، كتغيير بدل ما ناكل الموز عادي. فكل اللي انا هعمله هجيب موزاية، ماشي، وعندي نص كوباية لبن، عندي كوباية دقيق، معلقة بيكنج بودر، فانيليا، الدقيق عليه رشة ملح وبيضة ومعلقتين سكر والموزاية بتاعتي بس. خلاص كده انا هعمل ايه، انا هجيب الموزاية بتاعتي كده وهروح مقطعاها، مقطعاها كده اهو بالشكل ده. انا هعمل لكم موزاية، فلو فاض من الخلطة ممكن تقطعوا موزاية تاني وتعملي، بس انا مش هزود الموز الا لما اشوف الخلطه بتاعتي هتكفي موزاي ولا اكتر. بس هي هتكفي ايه، موزتين ان شاء الله يعني، بس احنا هنعمل موزاي واحد. عندي البيضه، احط عليها الفانيليا، تمام كده، احط عليها السكر، معلقتين سكر مش مليانين، واحد اتنين، هحط عليه اللبن وهضربه، بسم الله، تمام كده. هضيف برضو الدقيق بالتدريج اهو، هشتغل ان شاء الله ولا اي حاجة خالص، اضرب كويس اهي، فاضل عندي بعد ما ضربت الدقيق، فاضل عندي معلقة البيكنج باودر اهي كده، هقلبها كويس. كده تمام عندي، خلاص كده كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي. اهم حاجة اجيب طاسة ما تكونش بتلزق، حلو، وهدهنها بالزيت. وهعمل ايه، هروح واخده قطعة موز كده وحطاها في الخليط الجميل اللي انا عاملاه ده اهو، واروح حطها ايه في الطاسة على طول، تمام. فانا هحط كده كام موزاية كده هنا كده، ونروح على البوتاجاز وهوريكم هنعملها ازاي. رجعت لكم حبايبي، الطاسه بتاعتي اهي دهناها زيت اهو زي ما انتم شايفين كده، واهم حاجه تكون ما بتلزقش كده، تمام. وهجيب الطبق بتاعي اللي انا حاطه فيه فطيرة الموز بتاعتي، وهقول بسم الله. حاجة برضو سهلة وسريعة للضيوف وجديدة، وكل حاجة ايه نشوفها قدامنا، يعني ما نحاولش ان احنا ناكلها بالطريقة التقليدية، نحاول نغير فيها علشان ايه، يعني الواحد يبقى نفسه مفتوحة لها. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، نوطي عقبال ايه، مثلا ايه، انا حاطه كام شريحه موز في الطبق، عقبال بس ايه ما احط الشرايح اللي انا حطيتها في العجينه بتاعتي علشان ايه ما تتلسعش مني من تحت. خلي بالكم من نقطه زي دي، وما نغرقهاش في الزيت يا جماعه. وخلي بالكم برضو الخليط بتاعي اهو ممكن يكفي موزه او اتنين تاني اهو، شوف كده اهي،
نقلبها. حاول اجيب فيها شوكه عشان ابقى حذره معاها قوي على قد ما اقدر وانا بقلبها. شايفين حبايبي؟ والله ما خدتش في ايدينا اي حاجه، ولا اروع من كده ولا احلى من كده. شايفين؟ طول ما هي طريه من تحت مش هتتقلب معاكم. لما تلاقوها اتعملت هي ايه، هتعاند شويه يعني. لما تلاقوها اتعملت هتروح ايه، هي مقلوبه لوحدها. عايزه اعلي عشان اطلع الكميه دي واحط غيرها، مفيش مشكله طالما انا واقفه قدامها. خلاص اهي هي داخله اهي على السوا. شايفين؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ يا رب تكونوا مبسوطين من افكاري وتعجبكم، دي اهم حاجه. انا بتبسط قوي يا جماعه، الناس اللي بتعلق لي وبتقول لي احنا بنبسط بحاجتك قوي اللي انت بتعمليها. ربنا يديمكم عليا نعمه يا رب في حياتي. انا واقفه قدام اهو، بس انا كنت بحط كام شريحه موز تاني. شايفين حبايبي؟ سلام اهي اتحمرت وطلبت الاكيله كمان على راي ما بيقول. شايفين فكره الموز بتاعتي؟ سهله جميله وسريعه وما بتاخدش في ايديا اي حاجه. شايفين؟ اهم حاجه الطاسه بس ما تكونش بتلزق. انا معاكم خطوه بخطوه، ما قطعتش الفيديو ولا زودت ولا نقصت ولا اي حاجه، حتى الحاجات اللي هي زيادات بتتشال. شايفين؟ ده تمام و مية مية. نروح مطلعين بقى. شايفين؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ هخلص كل الكمية اللي عندي بنفس الشكل كده وهرجع لكم تاني. رجعت لكم حبايبي بعد ما خلصت كمية الفطير بالموز بتاعتي اهي، شايفينها بالشكل ده. هعمل لها تكاية بسيطة كده كأننا بقى في مطعم والحركات دي، وهجيب شوكليت عندي سايحة كده وهرش عليها كده بالشكل ده. شايفين التكات والحركات؟ ايه رأيكم؟ شايفين الحاجات اللي تفتح النفس؟ ليه ناكل الحاجات دي بره لما ممكن نعملها في البيت؟ يعني حاجات سهلة وسريعة وخفيفة، ما بتاخدش في ايدينا اي حاجة خالص. شايفين يا حبايبي؟ شوية شوكليت تاني عشان حبايب قلبي. ولا اروع من كده. نذوق بقى كده ونشوف. شايفين طرية ازاي وجميلة؟ شايفين الموز جوه مجوش اي حاجة ولا اسود ولا اي حاجة. خطيرة والله العظيم، خطيرة جدا. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. اتمنى ان انتم تجربوها، خفيفة وسريعة وسهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. دي كانت فطيرة الموز بتاعتي النهاردة. تنسونيش حبايب قلبي في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم مباسل من قناه ام مباسل، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.